معنا عبر الهاتف استشاري أول جهاز هضمي وكبد الدكتور أحمد جميل قرقش. دكتور صباح الخير وكل عام وأنت بألف خير. دكتور بداية عرف لنا الاضطرابات الهضمية للناس. أول شيء صباح الفل للجميع، لجميع العاملين في قناة المملكة وللمملكة جمعاء والإنسانية، وكل عام وأنتم بخير. الاضطرابات الأمعاء تتشكل من عدة أمراض، أهمها الأعراض اللي بتكون على شكل غثيان، استفراغ، إسهال، ألم، غازات إلى آخره. هذه مجموعة بسموها اضطرابات جهاز الهضمي. طب دكتور، يعني بشكل عام الأسباب اللي بتؤدي إلى هذه الاضطرابات؟ هي إذا هنربطها بشغلة الصيام، لازم أول شيء نفهم شو صار بالصيام حتى نعرف شو لازم نعمل بعد الصيام، وشو الفوائد اللي حققناها بالصيام حتى نعرف شو الممارسات اللي بعد الصيام. فخلينا نرجع بس خطوة للخلف ونعرف شو صار احنا بفترة صيام 30 يوم. طبعا الصيام له جزئين، الجزء العبودي، وان شاء الله تحقق للجميع، كل من صام بين الفجر والمغرب حقق هذه الجائزة. بس في الفائدة الصحية من الصيام، وهي فوائد كثيرة جدا حقيقة، وفي دراسات عديدة صارت بالموضوع هذا اللي بسموه intermittent fasting، اللي هو الصيام تبعنا اللي احنا بنصوم خلال النهار بين المغرب، بين الفجر والمغرب، وبعدين بناكل بالليل، وهذه الفترة هي الفاستنج يعني اللي بنمتنع عنها الأكل، وهي لها فوائد عديدة جدا لا تقتصر على انه بنريح الجهاز الهضمي. هناك فوائد كثيرة بدي أذكر على سبيل المثال والحصر منها، وهي دراسات أثبتت هذه المعلومة. بالنسبة للناس اللي بيعانوا سمنة الكبد مثلا، هذه الممارسة مهمة جدا جدا لتقليل هذه السمنة، وبالتالي تقليل أكسدة ثلاثيات الدهنيات، وبالتالي تقليل نسبة التشمع في الكبد. فائدة ثانية أنه بتغير إشي اسمه الميكروبيوما، اللي هي مجموعة البكتيريا اللي بالأمعاء، البكتيريا المفيدة للجسم واللي لها علاقة بالمناعة ولها علاقة بالجهاز العصبي وبمزاج الإنسان وإلى آخره. برضو الصيام بهذه الطريقة بيعزز عمل خلايا المناعة في مقاومة الأمراض، وبيعزز عمل خلايا اللي بتقاوم الخلايا السرطانية. هذه كلها فوائد من الصيام. طيب، فالإنسان اللي بيعرف أنه حقق هذه الفوائد خلال شهر رمضان أكيد راح يمتنع على الممارسات اللي بترجع بأثر عكسي عليها، مش بس بأول يوم، لازم يكون في تغيير أسلوب حياة على مدى السنة عامة. طب دكتور، أنت ربطت بين ما يحدث في الصيام وما يحدث لدينا من اضطرابات في العيد وتحديدا في أول يوم. هل الفكرة بأنه الجسم مش متعود على الأكل بهذا الوقت، ولا نوعية الأكل نفسها؟ نعم، هي الصيام الذي ما حكيت أنا، الصيام غيرنا من عمل آلة الجهاز الهضمي. يعني الشيء الطبيعي أنه العمل في الجهاز الهضمي يكون بالنهار نأكل حتى نعمل وإلى آخره، وبالليل نريحه. هلأ الناس عادة ممارستهم، بعض الممارسات الخاطئة، أنه في الأيام العادية بيأكلوا من الصباح حتى موعد النوم، وبعدين بريحوا الجهاز الهضمي 6 إلى 8 ساعات، وهذا غير كافي حقيقة. بالصيام احنا قلبنا هذه الآية وصرنا نصوم بالنهار وناكل بالليل. هلأ حتى نرجع للوضع الطبيعي، واللي مش لازم نرجع له، يعني بمعنى مش لازم نرجع ناكل طول النهار حتى موعد النوم، لازم نستفيد من رمضان ونعود الجسم على انه ناكل وجبات ونريحه فترة طويلة أطول من هيك. يعني لو بيجي الإنسان بيأكل مثلا الساعة 8 أو الساعة 6 صباحا حتى 8 مساء، بعد ذلك يمتنع عن الطعام. هم بيكون حققنا هدف اللي تعلمناه في رمضان، ومش بس بأول يوم بالعيد ولا ثاني يوم، على مدار السنة. يعني بشكل عام دكتور، ال 14-8 14 أكل 8 صيام، والله كل ما زادت أكثر كل ما كانت أحسن. يعني 12-12 بيكون أفضل، بيكون أفضل للجسم. هلأ إحنا بعد رمضان بدنا نرجع نعود هذه الآلة، نذكرها إنه إحنا بدنا نشتغل خلال النهار، فيفضل إنه نبدأ في تقديم الطعام شوي شوي. صباحية العيد مثلا في سنة إن الواحد يأكل بعض التمرات قبل الإفطار، طبعا بعض التمرات 3 أو 5 تمرات، وبعدين يروح على الصلاة مثلا، بعدين يرجع يفطر. فائدة التمر في هذه النقطة إنه أول شيء بترفع السكر عندك فبتقلل الجوع، وبعدين ثبت علميا إنه بالتمر كمان في
مادة بتقلل الشهية، فبتمنعنا أنه نندفع وناكل كمية كبيرة. ولما تيجي الفطور والغداء والوجبات الثانية والحلويات إلى آخره، يعني في عاملين، أول إشي حجم الوجبة، لازم حجم الوجبة يكون قليل ما نشبع، يعني زي أيام رمضان ما نشبع. والشغلة الثانية أنه ما نكثر من اندفاع السكريات والدهنيات للجسم، كثرة الدهنيات بتسبب إسهال ومغص وغازات، وكثرة النشويات اللي هي السكر ممكن تأثر زي ما حكيت بأثر رجعي على الكبد وسمنة الكبد. طب دكتور، يعني بشكل عام لو حكينا، يعني هذا الكلام العلمي المحترم يعني دائما له كل الاحترام والتقدير، ولكن عند التطبيق العملي للأمور بنلاحظ بأنه هاي الأمور صعب تتطبق. يعني أنا صعب يوم العيد أصحى وما أكلش، أنا بستنى اليوم ده من زمان. يعني فالفكرة أنه أنا كيف بدي أبدأ على هذا الطريق تحديدا بأيام العيد؟ احنا ما بنقول انه الانسان، بالعكس الانسان رغبات وشهوات والى اخره، وكلنا رح ناكل اول يوم العيد وكانه يعني احنا مش ماكلين طول رمضان وكانه لا يوجد غدا. بالضبط. بس الفكره انه نسيطر على حالنا من ناحيه النوعيه والكميه، كل ما في مشكله وكل اللي بتحبه. يعني اليوم الغدا المنسف المشهور في الاردن، كل الناس عم تتغدى منسف، مش ضروري نشبع، لانه المنسف يحتوي على كميات هائله من الرز اللي هي نشويات والدهنيات كذلك. فانت كل منسف واستمتع بس ما تشبع. يعني النوعيه والكميه مهم ضبطها جدا مشان نتفادى اضطرابات الجهاز الهضمي في اول يوم وثاني يوم وعاشر يوم. طب دكتور، فعليا هل بتنصح ببعض انواع الاغذيه اللي مش راح تعملنا اضطرابات حتى لو خربطنا شوي بالاكل؟ طبعا، يعني اذا بتبدا مثلا في وجبتك في نوع من انواع الشوربات، كميه محدده من الماء، كمية من الفواكه والخضار، كل هذه الشغلات بتخفف من حدة رغبتك في السكريات والدهنيات. يعني تنويع الطعام، ما نتمنى على نوع واحد من الطعام، تشكيله بيكون يعني بخفف عنا من الاضطرابات. نعم دكتور أحمد جميل قرقش، استشاري أول جهاز هضمي وكبد، شكرا جزيلا لحضرتك على إطلالتك الصباحية معنا، وكل عام وأنت بألف خير.